يا غايب عن عيوني أمان اللوان، تروي عطس حنيني في غربة الأحزان. يا غايب عن عيوني أمان اللوان. طبعا بداية مشوار خميس الشباب ومحطة الانطلاق هي أغاني فن وموسيقى ببورتري لمغني من جيل الشباب كما ذكرنا علي أحمد. كل الترحيب لك، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك علي بضيافتنا. أنت من 2005 بهالمجال وبجعبتك أغنيتين، هالأغنيات ما تصوروا ويمكن انبثوا عبر إذاعات شوي محصورة بمنطقة الشمال أكثر منها ببيروت. عن هالمشوار كيف فيك تخبرنا ولو كان باختصار؟ اوكي، اول شيء بدي احييكم، احيي قناه اوربت واحيي كل الناس اللي عم يشوفونا. بدايه اوكي، غنيتين خاصين ندعموا مثل ما قلتي بشمال، وبلشنا فيهم انه على القليل نقدر نشتغل، كونه بتعرفي بشمال الانتاج ما بيكون مسلط كثير على الفنانين، وشغلنا عليهم انه لنقدر نعمل شيء. حتى اشوف شو يعني بشمال، يعني هي القصه مناطقيه ولا لانك انت ابن شمال يعني الاقربون اولى بالمعروف، وهلا بدك تكون على الساحه اللبنانيه ككل، بدنا ننزل على الجنوب حتى صحيح. مرورا بالوسط بجبل لبنان صحيح، بس نحن عندنا يعني كم مطربين شمال بيضلوا محصورين، يعني عرفتي كيف، بناحيه الانتاج لنطلع شوي شوي لنوصل، ان كان من بعدين بدك تنطلق من بروجرامات. علي، ما لقيت ابدا اي جهه انتاجيه لإلك، وخاصه انه كانت كمان انطلاقتك بشكل رسمي على روتانا، على روتانا يمكن صحيح. من خلال برنامج غني لي للاعلاميه المتميزه وفاء الكيلاني، اطلاله خاصه لإلك كمان فيه صحيح. ما ساعدتك هالاطلاله بفتح ابواب انتاج لإلك؟ صراحه انه كانت صحيح الانطلاقه من خلال روتانا وبروجرام غني لي، بس هذا الشيء لا، ما قدر فتح لنا اي باب انتاج. اضطريت انه ولو بشكل محدود انه انتج على حسابي الخاص، ولكن اكيد يعني انا بتكهن وبقول البرنامج فتح امامك شغل، يعني الناس صارت تعرف. طبعا اكيد صار الناس بتعرف يعني بالاذهان، وحتى يمكن اغنيتك صارت متردده والا ما كنت قدرت تنتج على حسابي. هلا من ناحيه هو البروجرام انه خلى الناس تتعرف علي، خلى الناس تعرف انه مين هو علي احمد. اوكي، هذا اللي طلع على البروجرام. صار اذا شافونا بالحفلات او شافونا يقصدوك او سمعونا بالاغاني ان كان على الراديوات، صاروا بيعرفوا انه علي احمد. فينا هلا يهب علينا الهوى الشمالي، خاصه انه الاورجانيست خضر موجود معنا، فينا نسمع ليش معادين صار لها سنه تقريبا تقريبا سنه، وانت بتتامل انه تبقى تصورها فيديو كليب. بتامل يعني اذا لقينا الشيء الانتاج المضبوط. لا لا، معقول تعاد الفن في حلقه؟ لا ما معقول. نو واي، هذا بده يضحي لحتى يوصل.